اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. لا انا يعني انا عن قرارتي الشخصيه، قراري الشخصي بقول ان طبيعي جدا اي فريق بيلعب باسم مصر بره، او طبيعي جدا لازم يعني نشجع فريق مصر سواء بيلعب هنا. يعني انا واحد من الناس اهلاوي بحب، يعني في كام مباراه حصلت قبل كده الزمالك فيها كان بتلعب بطريقه جميله جدا، انا كنت مبسوط من لعب الزمالك برغم ان انا اهلاوي. فانا طبعا اي فريق هيخرج من مصر هيلعب بيلعب باسم مصر في الاول وفي الاخر، فطبعا انا ما بحبش التعصب الكروي اللي الناس فيه، واكون سعيد جدا لو الزمالك كسب. الزمالك انا اتمنى الزمالك يقابله في النهائي، لو لهم شجعوا الزمالك لان الزمالك هيبقى احسن مصري ويبقى معروف عن الرجاء، الرجاء ممكن ما تضمنوش لكن الزمالك انت بالنسبه لك انت كتاب مقري ليه. اهلاوي. الزمالك هو بيلعب بره بلده باسم مصر يعني. اهلاوي طبعا. الزمالك ان شاء الله طبعا وينافسنا وتبقى البطوله في بلدنا سواء اهلي او زمالك، في الاول وفي الاخر مصر. لا هو المفروض ان هما اللي شجعوا الزمالك عشان الزمالك ده في مصر، واحنا بنشجع مصر ما بنشجعش بره حد بره مصر، المفروض ان احنا كنا يعني ايد واحده وكده. بس انا اصلا طالع اصلا عشان عايز اقول بس المؤمن زكريا ربنا يشفيك، بس ده اللي انا عايز اصلا. والله هو الطبيعي ان انا اهلاوي مش بشجع الاهلي، بس يعني انا اشجعهم عشان بيلعبوا ضد فرقه ضد مصر مش اكتر، انما انا لو يعني ما بشجعش غير الاهلي، انا يعني اكتر الفرق اللي بتلعب انا ما بشجعش غير الاهلي وريال مدريد، واحنا مصريين ولازم كلنا نبقى واحد.